communication corporate et RSE. اليوم نصرة تامنة متاع إنوي دايز. إنوي دايز هو واحد الحدث اللي مهم عند إنوي في ميدان الابتكار والإنتاج الرقمي في المغرب. هاد السنة الاختصاص إنوي دايز هو مخصص اسمح لي في الشمول المالي. الشمول المالي غنشوفوا اليوم مقاولات ناشئة اللي غيقدموا لنا الحلول ديالهم في هذا الميدان. وهاد المقاولات الناشئة جات من خمسة البلدان اللي هما البوركينا فاسو، غانا، كوت ديفوار، كامرون والمغرب بطبيعة الحال. وهاد المقاولات الناشئة جاونا أكثر من 400 مشاركة اللي قدموا البروجي ديالهم، واليوم غنشوفوا لي سي فيناليست إن شاء الله.